قبل أن يبدأ حظر التجول اليومي في القاهرة تخلو شوارعها من المواطنين، ومع دخول الحظر حيز التنفيذ يزيد عدد الطرق المغلقة بانتشار الآليات ونقاط التفتيش التابعة للجيش. فضل بشر الناحية الثانية. هكذا الحال منذ يومين بعدما تم فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أعقبه انتشار أعمال العنف في مختلف الأنحاء. كمواطن طبعا انا مستفيد من الحظر واللي حصل، لانه هيقلل طبعا كميه الاجرام اللي ممكن تحصل في الفتره دي، لان في طبعا عدم استقرار في البلد نهائيا. فطبعا انا مستفاد منه كمواطن، بنزل بحس بامان في لجان شعبيه عندي في منطقتي. البعض يطمئن للخروج في ساعات الحظر، لكن الوضع يختلف من حي لاخر، والخوف على عكس ما اعتادته ليالي القاهره يحرمها ملامح السهر ويدفع ببعض السكان لحماية الشوارع من خلال لجان شعبية. قفشنا امبارح قدام عمر فندي، قفشنا اتوبيس زبط عمبابة كده معهم 15,000. لكن وجود اللجان الشعبية يتسم أحيانا بالتهديد أكثر من التأمين بالنسبة للمواطنين. شيء كويس ان انت تلاقي ناس بتحمي وخايفة على البلد، بس في نفس الوقت برضو في عدم وجود امن في الشارع. يعني انت بتلاقي مثلا بلطجيه واقفين عاملين لجان شعبيه، في حين ان انا ما بلاقيش ولا ضابط شرطه ولا اي مسؤول واقف في الشارع. برضو لجان التفتيش اللي موجوده كتير قوي، يعني كل 100 متر مثلا بلاقي لجنه شعبيه، فبضطر بنزل وبتفتش وبتعطل عن شغلي، في نفس الوقت باجي متاخر. ليست هذه هي المره الاولى التي تشهد فيها مدن او مناطق مصريه حظرا للتجول منذ ثورة 25 من يناير، لكن الواضح أن درجة تطبيق الحظر الحالي والالتزام به أكبر، وفي الوقت نفسه مستوى الشعور بالأمان أقل.